السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكون أحوالكم بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم واحد الوصفة رائعة بزاف وخطيرة في تبييض الأسنان وإزالة الإصفرار منهم. هاد الوصفة هادي إلا داومتو عليها البنات راه تعطي نتيجة فعالة، وحتى المكونات اللي غندير فيها بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش دعموني باللايك وتخليوا لي شي تعليق زوين تحت هذا الفيديو، وتبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. ولا كنتو اول مره غادي تشوفوا شي فيديو ديالي، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا اي جديد حطيته في القناه، ونخليكم مع الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه، مكونات اللي غنحتاج وهي ثلاثه المكونات. هنا عندي حامضه كما كتشوفوا، وعندي طماطم ولا مطيشه، وعندي هاد معجون الاسنان. انا اختاريت هذا النوع، هذا بامكانكم ديروا اي نوع معجون اسنان كتستعملوه انتم الا بغيتوا تغسلوا اسنانكم. جا باش نخلط بها الوصفه ديالي، كناخد كما كتشوفوا معايا مطيشه، كناخد مطيشه كنضغط عليها بحال هكا بصبعاني باش داك العصير اللي كيكون فيها من الداخل دغيا نزولو الى قطعتها. بامكانكم تاخذوا حتى شي ملعقه خشبيه تبقاو تضربوا فيها بحال هكا كما كتشوفوني كندير بصبعاني باش داك العصير اللي كيكون الداخل ديالها الى قطعتوها دغيا يعني دغيا يتعصر ليكم. كما كتشوفوا راني دابا كنقطع فيها، كتقطعوها على جوج بحال هكا. شوف داك العصير اللي كيكون من الداخل، يعني ما ديروش ديك دوك البذور اللي كيكون من الداخل. حنا غادي نحتاج في هذه الوصفه هذه غير عصير طماطم فقط. هاد الطريفات هادو ديال المطيشه اللي بقاو ليا بامكانكم تستعملوهم في الطياب ولا تستعملوهم في شي حاجه اخرى، يعني ما تضيعوهمش. غادي نزيد دابا واحد معلقه كبيره ديال الحامض كما كتشوفوا معايا، عصيره الحامضه. غادي نزيد المعجون الاسنان اللي كنغسل بيه انا، هذا هو النوع اللي كنغسل بيه، غادي نزيدو على الوصفه ديالي. غادي تزيدوا القياس اللي غادي تغسلوا به سنانكم، يعني تبغوا تغسلوا سنانكم ديروها، راه الا تبعتوها راه غادي تبيض لكم سنانكم وكثره اللي كيكون في السنان. وغادي تلاحظوا هذا الشيء من اول استعمال، يعني اول مره غادي تستعملوا الوصفه غادي تلاحظوا ان ديك الصفوريه اللي كتكون في السنان كتزول، لان الحامض والطماطم اللي هم مفعول بزاف البنات في التبييض وازاله الاصفرار. الاستعمال كتاخذوا هذه الوصفه هذه، كتبقاو كتاخذوا الشيتا اللي كتغسلوا بها اسنانكم، كديروا الشيتا في هذا الخليط هذا، وكتبقاو تدوزوا هذا الخليط هذا على اسنانكم وتفرشوا اسنانكم كما كديروا ديما بالمعجون الاسنان عادي. كتفرشوا اسنانكم مزيان وصافي، وكتغسلوا الفم ديالكم. وهذه الوصفه الا تبعتوها مده شهر ردوا عليا في التعاليق وقولوا لي واش عطاتكم شي نتيجه ولا لا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من هذه الوصفه، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. السلام عليكم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.